تم افتتاح مشفى الشهيد عمر علوش الوطني في ناحية عين عيسى في تاريخ 26/1/2019. هذا المشفى يقوم بتقديم خدمات الطبابة المجانية لكافة المواطنين في ناحية عين عيسى والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى مجانية الدواء. يتوفر لدينا في المشفى حاليا قسم مخبر تحاليل طبية، بالإضافة إلى قسم إسعافات أولية. يتوفر لدينا في هذا المشفى 3 أطباء اختصاصيين اختصاص عامة، بالإضافة إلى كادر تمريضي. طبعا يقوم هذا المشفى باستقبال جميع الحالات خلال على مدى 24 ساعة.